صباح الخير والصحة والرشاقة على كل مشاهدين برنامج كلام الصباح. النهاردة معاكم رنا عادل، هكون معاكم بشكل مختلف وجديد. النهاردة هكون مدربة لياقة بدنية وخبيرة تغذية. النهاردة هكلمكم في أشهر الخرافات عن فقدان الوزن والدايت والصحة والفتنس والحاجات دي كلها. طيب، أول حاجة بتتردد علينا كتير موضوع شرب المية بيعمل كرش. ما تشربش مية وانت بتاكل، ما تشربش مية كتير، دي بتعمل كرش، ده الكرش ده بسبب المية. الكلام ده غير صحيح. المية ما فيهاش اي سعرات حرارية عشان تزود وزن، كمان المية ديتوكس طبيعي للجسم، وهي كمان بترطب الجلد والبشرة. المية كمان بتساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون، لأنها بتقفل الشهية فترات طويلة قوي. في كمان أبحاث علمية بتقول إن المية، شرب نص لتر مية قبل الوجبات بنص ساعة، ده بيساعد على فقدان الوزن. طيب، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض اللي هي CDC بتقول، او من فوائد المية على حسب CDC، المية بتحافظ على درجة حرارة الجسم الطبيعية. تاني حاجة، بتخلص الجسم من السموم زي العرق وزي التبول، كمان تلين المفاصل والأنسجة الحساسة. ده بالنسبة للخرافة او للكلام الغير مخلوط ان المية بتعمل كرش. نيجي لتاني حاجة، ان اكل الدهون غلط او اكل الدهون بيتخن. اولا، اي حاجة فيها سعرات سواء دهون او كرب او بروتين، لو كلناه اكتر من احتياج الجسم، ده بيسبب زيادة الوزن وبيتحول الى دهون، وبيتخزن في مخازن الدهون وبيعمل زيادة الوزن. طيب، الدهون الصحية زي المكسرات، زي زيت الزيتون، زي السمك الدهني الضخم زي البوري والماكريل والسردين والتونة، الحاجات دي كلها، زي الزيتون، زي المكسرات طبعا، زي الزبدة البلدي والسمنة البلدي والحاجات دي كلها. الدهون الصحية تساعد على امتصاص الجسم للفيتامينات وللمعادن. تمام. الوجبات اللي هي بتحتوي على دهون عالية او فيها دهون اكتر من الكربوهيدرات بتساعد على انخفاض الوزن. طيب، انا دلوقتي نروح نشوف فيديو عن الرياضة ونرجع نكمل معاكم تاني. رجعنا لكم تاني. فيديو الرياضة ده او التمرينات اللي انتوا شفتوها دي لكل عضلات الجسم، واحنا بنتمرن بوزن الجسم كله، ينفع كل يوم طبعا، وتمرينات تنفع طبعا في قلب البيت، مش لازم جيم خالص. كل يوم 10 دقائق او ربع ساعة، ودي هتساعد على تقوية وبناء العضلات، وفي نفس الوقت الناس اللي بيعملوا دايت وكده ممكن تساعدهم على فقدان الوزن. طيب، اكمل معاكم. تالت خرافه، خرافه ان القهوه غير صحيه او الكافيين غير صحي. الحقيقه ان الموضوع ده بعد دراسات علميه حديثه اثبتت انه على حسب الجين الوراثي، بمعنى في اشخاص اجسامهم بتتحمل نسبه كافيين عاليه جدا، فمش بيأثر عليهم، ممكن يناموا عادي. اشخاص تانيين الكافيين بيأثر عليهم بالسلب لو شربوه كتير، فبيأثر عليهم جدا. طيب، سنة 2004 نشرت مجلة التغذية الأمريكية دراسة علمية بتقول إن القهوة أو الكافيين، أو الكافيين اللي هي في مشروبات القهوة والنسكافيه وكده، بتحتوي على نسبة من مضادات الأكسدة أعلى من الموجودة في الخضار وفي الفاكهة. يعني تخيلوا معايا. غير كده كمان ان في دراسات بتقول ان شرب القهوة بيقلل من الإصابة بالاكتئاب والزهايمر. يبقى القهوة على حسب الجين الوراثي او الكافيين، والاعتدال من كل شيء ده الأفضل يعني.
طيب موضوع برضو صفار البيض ان هو غير صحي، لو انت ما عندكش اي موانع صحية يبقى كل صفار البيض لانه بيحتوي على كل العناصر الغذائية. وفي دراسات علمية حديثة بتقول ان تناول البيض كامل بالصفار ده ملوش اي علاقة بخطر الاصابة بامراض القلب او السكتات الدماغية والشرايين كمان. تمام. الخرافة برضو اللي هي بتقول ان اكل البروتين الحيواني ده بيسبب الفشل الكلوي وهشاشة العظام. ده طبعا كان كلام احنا كلنا بنسمعه هو غير صحيح. الدراسات العلمية الحديثة اثبتت ان تناول البروتين الحيواني بيساعد على تقوية العظام وبيقلل من الإصابة بالهشاشة. غير كده كمان ان البروتين يعني لما انت بتبقى عامل الدايت البروتين بيقفل الشهية معاك لانه بياخد وقت لما بيتهضم. والاهم من ده كله كمان ان تناول البروتين وقت ما انت عامل الدايت ده بيساعد على الاحتفاظ بالكتلة العضلية للجسم، يعني ما بيخليش الجسم يحرق العضلات. تمام. غير كده كمان انه بيقلل من ضغط الدم ومن الإصابة بمرض السكر النوع الثاني. ده بالنسبة لتناول البروتين الحيواني. في بقى الحاجة اللي أنا بشوفها في الجيم وفي أي مكان وبسمعها كتير إن لازم كل أسبوع أخس. الناس بتروح تتمرن وألاقيهم وقفوا على الميزان. مش صح خالص. أولا عملية فقدان الوزن مش ماشية كده، مش خطية، هي ماشية كده يعني احتمال تخس فعلا، احتمال وزنك يثبت وده له عوامل كتيرة، احتمال انك تزيد وبرضه ده له عوامل كتيرة. انا احتمال اثبت، انا بثبت ساعات وعلى فترات ممكن ازيد بس انا ببقى عارفة انها زيادة عضلية. تمام. واحتمال ان انا اخس. طيب زي ما انا ما قلت لكم. طيب دلوقتي هناخد فيديو عن بطاطس، بديل البطاطس المقلية أو البطاطس الصحية ونرجع نكمل معاكم.
رجعت لكم تاني اكمل معاكم، بس قبل ما اكمل عايزه اقول لكم ان احنا بنجيب بطاطسايه ممكن نديها نص سلقه، وبعدين هنحط التوابل دي طبعا على حسب الرغبه ومع معلقه زيت، وبعدين في صينيه وهندخلها الفرن. دي طبعا بديله للبطاطس المقليه الغير صحيه. الدراسات العلميه الحديثه اثبتت ان البطاطس المقليه او اي حاجه بتتقلي بتسبب السرطان. تمام. في حاجة كمان بقت منتشرة قوي، لما بقول لحد انا مش بستعمل السكر ابيض، بس ازاي ده؟ طب ده بديل السكر ده بيعمل السرطان. الكلام صح، بديل السكر ما بيسببش اي نوع من انواع السرطانات. انا بستخدم بدائل السكر من 6 سنين والحمد لله صحتي كويسة، ما عنديش اي مشكلة صحية خالص. عايزاكم كمان ان ادارة الغذاء والدواء الامريكية الـ FDA قالت ان بدائل السكر لا تسبب السرطان، والهيئة الاوروبية لسلامة الاغذية بتقول ان استهلاك الاسبرتام لا يسبب السرطان ولا علاقة له بذلك. من الحاجات كمان اللي انا بسمعها بين البنات في جيم وكده وتتقالي، انا برغم ان انا بمارس تمرينات مقاومة بالاوزان الحرة او ممارسة تمرينات كمال الاجسام، وانا بتمرن باوزان كبيرة كل عضلات جسمي، وزي ما انتم شايفين انا مش ضخمة، انا مش حاجة عملاقة، ممارسة الحديد للبنت مش بيسبب اي ضخامة عضلية. البنات اللي انتوا بتشوفوهم او الموديل اللي انتوا بتشوفوهم على الاغلفة مجلات الرياضة دول بيبقوا واخدين هرمونات ومنشطات وعلى فترات طويلة جدا، ولهم انظمة غذائية، ودول اصلا دي حياتهم، حياتهم كده، شغلهم كده. لكن احنا بنتمرن عشان الصحة وعشان نعمل جسم قوام رياضي ممشوق صحي اكتر. بناء العضلات ده بيضمن لنا ان عظمنا قوي في فقدان وزن، حتى لو احنا كلنا وجبة كده هنضمن ان احنا في حرق مستمر، حتى بعد تمرينات الحديد الحرق بيستمر. في دراسات علمية بتقول 24 ساعة ل 48 ساعة. تمام. يبقى تمرينات الحديد مهمة جدا للستات وللرجالة وللاطفال كمان. تمام. تمرينات الحديد زي ما انا قلت لكم بتحافظ على الكتلة العضلية، التحكم في الوزن، لان كل ما زادت نسبة العضلات قلت نسبة الدهون والعكس صحيح. كمان بتقلل من الإصابة بهشاشة العظام. يبقى اللي عايز اقول اهم من ده كله انها كمان لو انت كنت وزنك كبير قوي وخسيتي، الجلد النمو العضلي اللي هو اللي انت لما بتتمرني كتير اوزان حرة وكده، النمو العضلي ده اللي هيشد الجلد ومش هيسبب لك اي نوع من انواع الترهل. ده بالنسبة لتمرين الحديد، انا بتمرن حديد وبقول لكم اتمرنوا حديد. تمام. في برضو حاجة انا دي بقى يعني من وانا طفلة او من اول ما انا بدأت افهم الكلام بسمع الجملة دي، الاكل بالليل بيتخن. انا والله ما باكلش بالليل بس انا بتخن. اولا الاكل بالليل ملوش اي علاقة بزيادة الوزن، الفكرة كلها في السعرات اللي انت بتاكلها على مدار اليوم. انا ممكن اكل الصبح كتير وما اكلش بالليل بس جسمي زايد، جسمي تخين، ما بخسش. ممكن اظبط وزني واكل بالليل واكل الصبح عادي، بس حاجات واكون حاسب فيها السعرات بتاعتي وجسمي يكون مظبوط وما تخنش. يبقى الفكرة كلها تظبيط السعرات. تمام. يبقى الاكل بالليل ملوش اي علاقة بزيادة الوزن، ولكن قبل ما تناموا بساعتين يبقى مفيش تناول اي اكل خالص. في كمان موضوع اللي هو بيقول نعصر الليمون على الزبادي، او نشرب الصبح ميه سخنه ونعصر عليها ليمون او ميه سخنه. مفيش حاجه اسمها كده. الليمون طبعا صحي لانه فيه فيتامين سي، فيه عناصر مهمه للجسم، بس ملوش اي علاقه بفقدان الوزن. لو انا باكل كتير يبقى ازاي هخس؟ الفكرة كلها ان انا بظبط السعرات بتاعتي. لو مش بتحرك ببتدي اتحرك، العب رياضة،
اغير العادات الغير صحيه بتاعتي بعادات صحيه، ان انا انام بدري، ان انا ما اسهرش، اشرب ميه كتير خلال اليوم، ابتدي احسن من الضغط النفسي، ابتدي افكر بشكل ايجابي، مش دايما افكر في التفكير السلبي، لان التفكير السلبي او الضغط النفسي ده برضو مش هيخليك تخس للأسف، يعني لأنه هو بيزود من هرمون الكورتيزول اللي هو بيساعد الجسم على تخزين الدهون واحتباس المية. عايزة أقول لكم كمان إن شرب المية الساقعة هو اللي بيزود من فقدان الوزن في حالة واحدة، لو أنت عامل دايت. المية السخنة أو الليمون على الزبادي ملهمش أي علاقة بفقدان الوزن، ولا في حاجة بتخسس، ولا في كريم سحري، ولا في مشروب سحري، ولا في حزام سحري، ولا في أي حاجة. اللي بيخسس ممارسة الرياضة بانتظام الكارديو اللي هي ممارسة التمارين العادية زائد المقاومة بالأوزان الحرة الحديد والنظام الغذائي الصحي والعادات الصحية بتاعتنا. انا كده فقرتي خلصت معاكم، ان شاء الله اشوفكم السبت الجاي، استنوني في برنامج كلام الصبح.